من برنامج كلاشنكور. في تعليقات من عديدة طلبتم منا التعريف بأحدث مقاتلة روسية، وهي مقاتلة من الجيل الخامس سو 57، انتاجها وخصائصها التقنية لا تزال سرية، ولكن اليوم وبشكل حصري ولأول مرة نصورها لكم عن قرب. مقاتلة شبح من الجيل الخامس، تعتبر سو 57 المعروفة أيضا بتسمية تي 50 أفضل قطعة حربية لشركة سوخوي، وتمزج بين مقاتلة فوق صوتية وطائرة هجومية قوية، وتتفوق على مقاتلات غربية من الجيل الخامس بخصائص عدة حسب الخبراء العسكريين. من برنامج كلاشنكور، ومنح لها اسم القائد العسكري العظيم الإسكندر المقدوني، وفي الناتو أطلق عليها ستون أو الحجر. إنها المنظومة الصاروخية التكتيكية إسكندر إم ذات الخصائص الخارقة، واليوم نصورها لكم عن قرب. تعد هذه المنظومة التكتيكية سلاح القرن الحادي والعشرين، ولا مثيل لها في العالم من حيث قدراتها القتالية. دخلت الخدمة في الجيش الروسي في عام 2006، ويعتبرها خبراء حلف الناتو منذ ذلك الحين من أخطر الأسلحة الروسية، حيث بإمكان هذه الصواريخ اختراق أي درع صاروخية.